بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وحلقة جديدة من برنامج أماسي. نتمنى إن شاء الله أنكم تستانسون وتستمتعون ويانا اليوم مع ضيوفنا اللي راح إن شاء الله يشرفونا في منامة أماسي، ونتمنى لكم الوناسة أيضا ويانا. بسم الله. ياقوت ايه سالم سم، شو احوالك؟ والله هذا احوالي ما تشوفني. طب خير الحمد لله، الله يعافيك. شكر الله. خبرك عن ذاك صاني بعد عن السباق مع الرماية سنويا، صار هذا عندنا احنا ما شاء الله. وين؟ ايه وين تسوونه؟ هذا في سيح، سيح معاكم قالوا سيح الظبي. ايه ايه هو ذاك سيح الظبي. وش تركت انت؟ اني ما شفت سيح الظبي، لكن ما اقول لك رحت اشترك، رحت فيه. انزين يقولوا لي باكر عندنا رمايه متصلين بي. ورميت بني كلهم جايب، كلهم يقولوا باكر عندنا رمايه. رميت؟ بعدنا ما رميت، مجهزه باكر. اه باكر بتروح؟ ايه باكر. هاي الباكر بناخذ الخبر. قال لهم ها بس سعود كبريت كمل السالفه الاوليه، غيره ما تبغي. ما ابا ما ما ابا. صحيح. يجيبوا لنا يحطوا لنا قوطي شبح هدف كذا. ما تبغي ما تبغي. قوطي وين انت اضرب؟ انت عاد وين عن هاي السالفه؟ طفت عنها. على السوالف مع الاول هذا. هي. ما يبغيونا تو احنا. مسوي لها مسمار اليوم. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ هكو 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 في الفنجان. ايه ايه في الفنجان. بالعمدة مسوي لها مسمار اليوم. ايه ما شاء الله. هذه اليوم تسوي لها القهوه مسمار. أحلى. ما ترقد البر؟ نعم ما ارقد؟ ما ترقد؟ سهرة اليوم، سهرة. ايه سهرة اليوم. ما شاء الله. يا حيرو. يا مرحبا يا مرحبا يا بني ياقوت، ودي الله يطول عمرك هناك. يوم يجي الضيوف اليوم. يا مرحبا بابا. جاي واحد من شوية سأل عنك. ايه جاي واحد يسلم عنك شوية، وقلت له بعده سالم ما جاي. اكيد. تو يوم يجي ان شاء الله تشوفوه انه جاي. تعال. زين كل يوم حد خله يدخل. ويقعد هني وقهوي بن ياقوت، ما بتقول ام ماي تخلي خالد تروح. هذا طال عمرك من يسولف عندهم؟ سولف هنا قام من تحمد القهوه. سولف انت طال عمرك، انا ابو ما تعرف تسولف. هي لكن عاد انت تاخرنا وبعدنا واجد عادي. لا لا ما عليك ما عليك، انا ابوني ما تحجب. شوف هذا شيبه قالوا يا شيبه حق يا مرحبا. تفضل ابوي تفضل. الله يخليك. خذ منها. عاد جاي من مكان بعيد تراك. لا والله. تسلم تسلم. الوالد سعيد. نعم. بن مايد. نعم. شحي. نعم. حياك الله ابوي. حياك الله. الله يعطيك العافية. نتشرف بوصولكم وقبولكم والله. الله يجزيك خير، نحن متشرفين بك اليوم إن شاء الله هني معنا في منامة أماسي. وما شاء الله جايب كأنك عندك عدة هني. ايه شوف كيسه اليوم جايب كيسه. كيسه ايه ظلمت مره ما شاء الله. اكيد مال اول هذا. ها هذاك في الكيسه مال اول. احنا نبونا بنكتشف السر. نعم ابوي. نعم. بنكشف السر بعد شويه. نعم نعم. وهذا ما شاء الله موجود. ها الجرز. نعم الجرز تخلوفه. هذا تخلوفه الجرز هذا للشحوح. نعم. ها كلهم اهل مسندم يستخدمون اليرز. كلهم يستخدمونه. كلهم سواء شحوح او ابهوريين. ابهوريين اهل الدار. اهل الدار كلهم. ايوه ما شاء الله ما شاء اختلاف. زين هذا ابويا الكيس يحتوي على اشياء كنه. نعم. زين فتحته بمره حتى قبل لا اقول لك. نعم نعم. زهب زهب. ما مشكله ما مشكله. ما يا طمع. بس بنسال عن مسندم. تفضل. او دبا بالاخص. نعم. انت من دبا ابوي. نعم نعم. من دبا. نعم. الله يعطيك العافيه. حياك الله. طبعا دبا بعيده شوي. نعم. صح ولا لا؟ نعم نعم. يعني هني يمكن نعم. الناس كثيرين ما راحوا لهي البلاد. حياهم الله. اللي بيروح حيا الله خمس. الله يعطيك العافيه. زين بس نتكلم شوي عن دبا. نعم. ونعرف الناس. نعم. فيها اللي ما زاروها. نعم.
انها بلاد جبليه. نعم ساحليه وجبليه. ساحليه وجبليه. نعم. جميل. نعم انزين هاي البلاد فيها ايضا تراث قديم. هي نعم فيها بروي حصون قديمه. أيوة. وصلحوها الحكومه ما قصروا. رمموها. نعم رمموها الحمد لله. نعم نعم, نعم. بعد شو فيها؟ يعني اول الاسواق قديمه. اسواق قديمه فيها. أسواق قديمه. لا زالت الاسواق منعوشه ولا لا شيء مهجوره؟ مهجوره شيء مهجوره وشيء نعم استقدمه يعني حد بعد شوي شوي باقي. نعم في سوق جديد سووا. سوق جديد. نعم انزين فيها فلاي؟ فلاي لا قديم قليل ما فيه فلاي. قليل شوي. واحد هناك بعيد اسمه دار اسمه سقطه. شو اسمه؟ فلي سقطه. سقطه؟ نعم اسمه فلي نعم لكن ما ينزل بالبلاد بس هناك اللي ايه نعم يوم يجي الوادي عاد كثير يمسح على ما شاء الله. نعم. زين ابوي ما شاء الله عليك يعني انت دكتور اول دكتور. نعم طبيب. طبيب اول تعالج. الله سبحانه وتعالى الحمد لله تعالج عن يعني توسم. نعم الواحد وسيم عن عصبه الله يرك. نعم اذا واحد طاح عن القصره هي. واحد في دوره بالراس هي. واحد في يعني الله يعزك افتاق عزيز. نعم بعد هذا عن دورة الراس وعن العصبة. نعم. وعن الافتاق. عن الافتاق كنتوا تسمون عنه. نسمع عنه الى الحين مستمر. الى الحين لباكر الناس يجون. نعم نعم زين عدة الوسم موجودة ابو هذا الميسم موجودة زين. في واحد هنا عندنا نحن نبغي له وسم اليوم ها حي الله هذه النار موجودة ترى هنا زين عاد حد يتجهز من فوق هذا النشب اللي نشب النار عليه اي هذا هذا المشبة مشبة النار اي هذا الميسم الله يرك ايوه الميسم منه مخباط ومنه قال لي رزه مخباط ورزه هذا المخباط وهذا الرزه ايوه يعني توسمه من صوبين؟ صوبين الذي بيع هنا رزه بس كيف تمسك الحديد انت يوم تمسك خرقه في مسكه يعني؟ ايوه لانها بتكون سخنه ايوه هاي شو تسميها؟ خرقة مش مسكة بس كذي خلقة عادي ما تسمونها شيء غير؟ لا لا مسكة أو خنانة؟ لا لا ما خنانة يسموها خنانة في أماكن ثانية زين يعني نحط أيوة رزة رز هذا مخباط مخباط أيوة هذيك رزة ورزة يعني مع بعض لا ما بعض مع بعض يا أما مكان مكان يحتاج كذا مكان يحتاج هكذا يعني إذا يحتاج رزة نعطي رزة إذا يحتاج مخباط نعطي مخباط نعم نعم على حسب المرض حسب المريض زين وحد وسم عندك ابوي وايد وبعدين الناس استفادت استفادوا من الوسم الحمد لله ما شاء الله استفادوا ما يتضرر خلاص لا 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 ما في ضرر يعني اسبوعين ثلاث خمس ايام صحه الوسم ما شاء الله وصحه المرض زين هذا احنا نقول دعوه الحين اللي يبغى يوسم يروح عند الوالد محمد ها نعم اي نعم. نعم يروح يوسم هناك في دبأ نعم سعيد عن الوالد سعيد نعم, نعم. بن مايد نعم. عن العصبه نعم وعن الافتاق وعن دورة الراس دورة الراس عن القصرة القصرة عن القصار هنا وهنا ايه كل يعني محل يعني نعم نعم نوسم عنه هذا يعني يمكن انا ايش يمكن يتعقد الدم ولا شو؟ لا هذا يعني امراض استوى بعد يعني امراض الانسان يطيح ايه وقعت رقبته على رقبته وسمنا هنا انا موسومها هذا هنا وهنا ما شاء الله يوم صغير وروحك واسم عمرك؟ لا لا من يوم صغير كنت؟ من يوم صغير وسموك وتعلمت الوسم؟ تعلمت قلت الحين دام وسموني انا عاد وسموني جد على جد صح ابوي؟ نعم يعطيك العافيه حياك الله زين هذا شيء حلو يعني من التراث الاول يعني نعم من الاشياء الموروثه اللي كانوا ابائنا واجدادنا يستخدمونها وكانت الناس تستفيد منها صح نعم وهذا ايضا لا زالت مستمره مستمره من الاشياء اللي متوارثه 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 انت تعلمتها من انا من اهلي ومن جودي ومن عمومتي ومن ما شاء الله يعني العائله كلها فيها العائله كلها نعم يهبرون ويزهرون كلها علمت حد؟ ما علم الولاد علمتهم؟ الولاد اعلمهم كم مستمرين عليها يعني حد منهم بدا؟ لا لا ما حد بدا بعده ليش؟ بالمدرسه وما ادري كيف هذا بالدوام وحد لانه في ناس ابوي يحبون ترى الوسم يعني بعدين انتم خلاف اذا تركتوه نعم وما علمتوا احد بينقرض مرة بينقرض يكون ناس ايوه نعم. لازم تعلمهم لازم لازم نعلم الاولاد عندك عيال عندي الحمد لله اثنين الحمد لله نعم. لازم زين احنا يسمعونا هم نقول لهم الحين لازم واحد فيكم يتعلم من الوالد صيغه الوسم نعم. هذه نعم. ها نعم. علشان بس يكون تتوارث المساله ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك العافيه ابوي شحوح خلنا نقول شحوح نعم. والظهوريين والكمازره وكل سندم نعم المحافظه نعم. نوجه لهم تحية قبل كل شيء نحن هاي البلاد الحلوة هناك أبوي عندكم ما شاء الله أيضا فنون فنون ها نعم فنون جميلة جليل حقيقة في شلات هي شلو شل شل نسميها هي رزيف نعم. ها أول ما يعني استوى معنا عرس نعم دعا القبائل منه ومنه هي وقبيلة منه وقبيلة منه وقبيلة منه ما شاء الله دعا
طالب اتفق والسيف استقبلوها من الجماعة. ما جبت السيف أبوي؟ ممنوع ينطف في مركز ممنوع. صحيح أنتم تعبرون حدود. حدود زين هي. لكن هذا عادي. هذا عادي. أيوه زين. يسوي لهم العيش واللحم ورزف وقطوا النهار. إلا يزف الرواح الرواح ولا وهابية وهابية. إلين وقت العصر. نعم. طاح العرس وجاب لهم العشاء. وتعشوا. ما شاء الله. وأهل الندبة ندبة شحوح. أيوه. زين وش نسمع اول شيء ارزف رزفه؟ اي نعم بنسمع تسمعنا؟ تعرف هالشيء اللي ابوي؟ اي هيك ما اعرف اقول تبغيها بطبل هذه؟ لا ما لازم طبل بعدين بتسمعنا اياها بطبل؟ ما لازم طبل الحين بدون طبل قولها لكن بعدين بي الطبل وراعي الطبل زين تبى تمسك اليرز علشان انت تقول ايوه اقول والمعرس ما خلى قصيره تم الكرم طايح محله يعني والمعرس ما خلى قصيره تم الكرم طايح محله تبع وسيف يلعب يعني ينقعون ينقعون حلو حلو زين هذا تم والمعرس ما خلى قصيره تم الكرم طايح محله يعني كرمهم بعد ما فيها اطول شويه في بعد غيرها بعد شيء المعرس ما هذا العوايد والعود ما يانا هبوبه المعرس ما هذا العوايد والعود ما يانا هبوبه المعرس ما هذا العوايد والعود ما يانا هبوبه لا ادري من اسواق عديمه ولا ادري من اهل ما صعوبه يعني لا ادري من اسواق عديمه ولا ادري من اهل ما صعوبه اي نعم اي حلو جميل كم وكم 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 وايد يعني تراثنا في ليلة أماسي
والان معي الوالد سعيد بن مايد شحي. حياك ابوي. حياك الله الطبيب. الحمد لله. الطبيب القديم. القديم. الله يعطيك العافيه. حياك الله. اقول ابوي. نعم. بالنسبة لقبل شوية حطينا فاصل اللي هو فن الرزيف عندكم. نعم. في نوعين صحيح؟ نعم. في وهابية. وهابية هذه. وفي بعد ما دخلت ما تأخذ العريس. العريس. نعم. ما دخلت العريس. نعم. يعني جميل. هذولا بنيهن. نعم. بعد شوي أيضا نبى نسمع عنهن، بتسمعنا شيء عنهن، بتحكي لنا عنهن. نعم. أنت قبل شوي سمعتنا من. نعم. الرزيف. نعم رزيف. الوهابية سمعتنا. الوهابية لا رزيف هذاك مال مدخل المعرس. مدخل المعرس. المعرس. نعم. يعني هم رايحين كذي. رايحين بيت العريس. بيت العريس. نعم. ايوه يشيلوه بيت يعني رايحين بيت العريس يشيلون العريس. لا لا يضيفون عنده. يا رايحين يضيفون عنده. نعم. جميل. نعم. الوهابيه. الوهابيه بعد هكذا بعد فرقه هي عزموهم هو وطبولهم وهذا ويوع قدام بيت العريس يزفون من الصبح من الظهر او من الصبح. جميل. لين غايه العشاء. هي. تحفظ شيء في الوهابيه؟ اي نعم. شو تقول الوهابيه واحده منها سمعني. الله يسلمك يقول معرسنا يوم ابتلى ستر احواله طالب اليمين يا ناس يسووا له معرسنا يوم ابتلى ستر احواله طالب اليمين يا ناس يسووا له ايوه معرسنا يوم ابتلى ستر احواله ولا طالب اليمين يا ناس سووا له يعني تجملوا صحيح طالب اليمين يا ناس سووا له. نعم. جميل كلام ايضا حتى الكلام حلو. نعم نعم صحيح. نعم. الله يعطيك العافيه. وهذه ايضا يكونوا صفين صفين نفس ما تطول بينهم الرزيف. نعم. يعني خلنا نقول نقارنها من كل قبيله من كل قبيله هي عارف. نعم. بس نقارنها مثلا بالعياله مثل العياله العياله بعدها من كذلك هي كم صفين نفس الشيء كل صف فيه حوالي 15 او 20 ما شاء الله جميل حلو. اذا فيها فنون حلوه ايضا. نعم. فنون رجاليه. نعم. نعم رجالية. موجوده في. نعم نعم السيف وضرب التفق وكل يحوطون حلقه يعني هي هي. بالوهابيه ما شاء الله. نعم. جميل انزين ابوي الكيس بعده فيه شيء الكيس فيه الله يسلمك دواء دواء التهبير اها هذا 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 دواء التهبير هذا دواء حلبه 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 وسدر حلب وسدر يعني مدقوق ومخلوط مع بعض ايوه ايوه يعني هذا. نعم. يا جماعه هذا علاج الكسور الكسور تهبير يسموه. نعم. تهبير 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 الجسر الجسر. نعم. اي الهبر. نعم. اللي مش حد يسمي هذا كسر يعني لا جبر تجبير حد يسمي تربيب. نعم. نعم. لكن هو غالبا ما يسمى تهبير تهبير اي هبر هبر فيهن ايوه هو حلبة عشب حلبة وسدر عشب هاي يعني سدر العشب ريحته موجوده مع الحلبه. نعم نعم الحلبه ريحتها قويه. اي نعم هذا نحط فيه في الماء ايه ونحط على الليرك اذا انكسرت عندي. نعم نوص عليه هنا ايه وجبنا خلقه. نعم هذه وهذه ابوي الاخشاب اللي تلفها على الساق على الساق على يتحرك ايوه عشان تحافظ على الجبر تحافظ على الدواء يخليه نوع حزيز إذا خفت اليد شوي عنه خفين على شوي هيو. إذا خفينا شوي حزينا عليه شوي زيادة حتى يعني حتى يمسك أول نخلي الهبر أو وبعدين أول هذا أول هذاك الدواء بعدين الخلقة هذه نلف عليه ايه؟ بعدين نحط على هذه أيوة جميل كان على الرجل وكان على اليدين الله يرك حلو تميور وخلاف تم أسبوع أسبوعين الحمد لله شر ورفع والله الحمد لله لا يبقى دكتور ولا جمس ولا غيره حقيقة نعم حقيقة ولو هايشة نعم ولو هايشة شو حتى الهايشة نعم لا ساكن نسوي لها جبرت ناس وايدين اي نعم واجي وايدين هناك نعم في البلد الحمد لله يجونك نعم نعم ما يبوا يروحون هم اصلا المستشفيات حتى للحين الى باكع الى باكع للحين يجونك يعني نعم. زي ما تخلص ابوي شوي الله يطول عمرك هذه انا حاسس بفلتني جد والله نعم فلت فيني نعم نعم فلت يعني اللي تعور بعدين بنسوي لها من هذا ان شاء الله ولا تمسح انت بعد ما تمسحنا لا لا ما بس كله تجبر بس نجبر جبر نعم زين عاد بتسوي لنا بعدين تهبير ان شاء الله اذا سدر نعم والحلبه مع حلبه نعم نعم سدر وحلبه نعم بعض منهم يسووا بيض ابوي لا البيض بيض بنسوي بالعنزروت هي عنزروت والبيض عنزروت والبيض وهذا بعد طعام الصبار هذا طعام الصبار اسمه صبار هذا تمر صبار طعام بعد شوي دقوه بعد ينخلوه يعني اشياء كثيره اشياء كثيره ف
تفضل تفضل اخوي خليفه قهوه يزيد. اذا هذا اللي هو التهبير. التهبير نعم. نعم جميل. هذه المهنه لا زلت ابويا الى الحين تزاولها؟ نعم نعم. والناس يجون عندك الى اليوم؟ هذه تعلمتها من منهم؟ من اهلي. من اهلك؟ نعم. حلو. يعني الحين هذا اللي قاعد انا اشوفه ان انت نعم تعلمت ما شاء الله من اهلك. نعم نعم. اخذتها. نعم. عشان كذي قاعد اقول لك علم الاولاد ما يستوي ابوي صح ولا لا؟ نعلمهم ان شاء الله. ايوه يعني الحين انت تعلمت واخذتها لين مشوار معين من الحياه. نعم. لكن بعدين بعد عمر طويل ان شاء الله نقول نحن ان شاء الله من بعدك انت تنقرب. نعم نعم نعم. مع الاولاد. صح صح. ما تخليها توقف ابوي عندك ان شاء الله. علمهم ان شاء الله. ان شاء الله علمهم. نعم والحين هم اكيد يسمعون واكيد انهم ان شاء الله يتعلمون باذن الله تعالى. انزين قلنا ايضا عندنا هذا بنخليه هنا قدام ابوي احسن. نعم خليه قدام عشان يتذكروهن الناس يتذكروهن بين الحين والاخر هم يشوفون يقولون وش هذا اللي قدامهم. نعم مره احسن. شفتون؟ نعم. اذا بنقول مره ثانيه ان هذا مشبه. هذه مشبه للنار. يا جماعه هذه مشبه للنار. يشببوها النار اثناء الميسم لما تجهيز الميسم. نعم. وهذا هو الميسم. الميسم نعم. لما ناخذ الميسم ونبى نعمل الوسم نعم هذا نسميه مخباط من هالصوب المنحني. نعم مخباط. مخباط ومن هناك رزة نسميها رزة. رزة صحيح. نعم. اذا هذا هو نعم. الميسم صغير. نعم. ما يخوف. ما يخوف. زين وهذي اللي هي يمسك نمسك بها الميسم من بعد ما يكون فيه نار. فيه حار. صحيح. اذا وهذا عدة الكسر. الكسر او التهبير. التهبير عدة نعم. التهبير الكسر. الكسر نعم. التهبير نعم. الكسور. اذا التهبير بيكون من هذه الحلبه والصدر. مع السدر. السدر نعم. الحلبه والصدر. مع السدر في هذا الجره نخلطه بالماي. بالماي ها علشان بعدين نجبس به المكان. المكان ايوه نعم نحط عليه هذا وهذا من ثم هي بشتغل دكتور نعم. ليش لا اول هذه الخلقه خلقة أول. نلف بها نعم. المكان الهبر الحبر. مكان الهبر اي خلقه كانت يا جماعه اي خلقه نعم. نعم وبعدين بنيب اللي هو زفارة. هذا الزفاره عباره عن حطب نعم. مزفون كذي بشكل يريد حلو يريد مال غنم نكمل نعم. مال نعم مثل عندنا نعم. خلفك نعم. ابوي واحد نعم. بعدين بني وبنلفه على مكان الكسر علشان ما يتحرك العظم نعم نعم عن موضع الجبس او التجبير نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. جميل نعم. ونتمنى ان هاي ايضا المساله تبقى متوارثه معانا ان شاء الله لان ايضا حقيقه من الاشياء نعم. الموروثه عن الاباء والاجداد نعم. الله يعطيك العافيه ابوي نعم. ضريحك شويه انا بسولف شوي مع الشاعر. تفضل خليفه. ايش حالك يا خليفه؟ بخير الحمد لله. تقويت؟ الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بك. نعم. وش يقول القصيد يا خليفه؟ نسمعكم قصيده. نعم. يقول اعز نفسي ولا اذلها. نعم. وابقى على طبع الجدود. ايه. النفس تعرف وين اصلها وكل شيء له سد وحدود. صحيح. ابيات شعري ارتجلها. نعم. وما حد علينا يقول زود. أبياتنا نعرف قدرها ونعرف متى وقت الصمود. الله الله. أبياتنا نعرف قدرها لو تنعكس الأيام سود البحور ناخذ من غزرها ونعرف متى وقت الصمود. أكيد. تحيا دبا وحنا أهلها ووقت اللزم نوقف جنود قابوس بالحكمة حكمها سلطاننا فخر الأسود. الله يعزه. يا عمان لي ضايع خبرها يحفظش ربي من الحسود. آمين. راياتنا رفرف علمها من الغرب لين أقصى الوجود. وجود. وسوان. راياتنا رفرف علمها من الغرب لين أقصى الوجود. لين أقصى الوجود ودعله وجعله إن شاء الله تعالى دوم. آمين. مرفرف. إن شاء الله. نعم. شاء الله. في مشارق الأرض ومغاربها. مغاربها إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. ونحن في أمن وأمان ونحمد الله بوجود مولانا حرم صاحب الجلالة السلطان قابوس. جزاه الله خير. الله يعيننا إن شاء الله نحن. نعم. خليك لنا دوم ذخر. إنزين القصيدة هذه أنت كأنك كتبتها قريب حاسة أنا كذا ولا شو؟ صح. كتبتها علشان أنك جاي عندنا ولا؟ يعني تبى تتذكر أيام الجدود سمعتك نعم. تذكر فيها الموروث القديم وعشان البرنامج قريبا يعني. إنزين أنت دائما تكتب في الاجتماعي تكتب في العاطفي تكتب في الوطني خليفة؟ أنا أكتب في الوطني في المدح. جميل. في الغزل. جميل. يعني وقت ما يأتي القصيدة هي تطرح نفسها. حلو. يأتي اجتماعية يأتي اجتماعية. خلاص أنت جاهز. غزلية. أي إلهام يجيك أنت مرة أمسك القلم. نعم. وحطه على الورق. إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. حضرت أمسيات؟ أمسيات حضرت. هناك بس في دبا؟ في دبا في دبا الفجيرة في أمسيات خارجية. نعم.
أنا وصلتني أسماء شعراء، لكن لاحظت أن كلكم خليفة محمد، خليفة محمد وايد كذا أسماءكم متشابهة. مندبة. إيه. مندبة يعني جميع الأسماء اللي فيها خليفة ومحمد، استغربت. أغلب الأسماء فيها كذا. الندبة هذه متى نقولها؟ الندبة بيقولوها أنا إذا جوك ضيوف أو وقت عيد أو وقت يعني مناسبات، نبغي نجمع الخلق. نعم ولا؟ نجمع يعني لا تغدوا الأربعة. ها تغدوا، سوى إذا عرب وايد سوى هناك كود خمسة وهنا عشرة وهنا ندبة قبل الغداء. إذا الغداء فيه رأس الدبيحة، إذا رأس الدبيحة ما شيء، ما شيء غداء، ما شيء ندبة. لازم على الرأس. يعني الندبة مرتبطة برأس الدبيحة. رأس الدبيحة. أيوة. إذا ما طلعت الدبيحة لهم رأس ما يندبون خلاص. ما شيء ندبة. لا لا لا. إذا هذه. رأس روحه ولحم ما شيء يندبون عليه. إذا الرأس بس موجود. روحه ولحم ما شيء. الندبة تجي. هي إذا مرتبطة برأس الذبيحة. ما شاء الله. زين ما حلو عيل ما ينحط الرأس. لازم ينحط الرأس. لازم. إيه نعم. ولا بيشلون عليه شلة هذاك اللي بيحط الذبيحة بلا رأس. نعم. ها؟ نعم. وش تقول الندبة أبوي؟ أول قال واحد دايرين بقى خمسة ستة. إيه. هو لا شح يعني أحسن. قال هو 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 وهذا عد عليه. ترد عليه. أنت قول أبوي. هو 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 هو. قول خليفة. هو هو هو. هو 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 هو. ثلاث مرات هذا نمون. هم هذاك يقولون هو 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 أخوي يقول هو. أيوة. نطولها شوية. لأن هذه أكيد الناس يعني يسمعون عن هالندبة. فعمان. فعمان. ففي مسندة أنتم عارفينها. لكن فعمان يعني باقي الأماكن الثانية أو المحافظات والولايات الثانية ما يسمعوا عنها. ما يشوفوها. نقول ما يشوفوها لا يعرفوها كيف. الآن يسمعوها منك أنت. فاستغربوا يعني ما تنقال على رأس الذبيحة فقط. وأيضا بالطريقة اللي أنت قلتها أبوي مرة ثانية نقولها. نعم. وإحنا نرد عليك. يلا. أنا وخليفة. وهو لا شح وهو هو 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 ما تطول أكثر من كذي؟ تطول تطول. زين ليش ما تطول؟ يعني ما الوقت ما يغذي. لا الوقت موجود. الحين ما يصلح. الوقت موجود. لا لازم رديدة ما حد. بانيب هم الحين بيتوافدون الخلق يا جماعة الخير. زين بريحك أنا وبعد شوية بجيك. لقرياتي. نعم. الفنان سالم البلوشي. الله يعافيك. لقرياتي المشهور والمعروف بالقرياتي. الله يعافيك. واللي اختفى عن الساحة. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله عليك. من قديم الزمان اختفينا. هيك اختفيت. نعم والله 33 سنة. ليش أبوي سالم؟ والله بس أول يعني كثرت أمراض وتعب شوية. سبحان الله. إي والله السكري ما إحنا إنا محنا. نعم. عرفت. زين. هو اللي يعني كنسلنا على الأغنى وهذا. نعم. أغاني. الحين خلاص ما عادك دق العود؟ والله لا أنا ما دق عود بس أغني. تغني. إيوة. زين تغني الحين؟ الحين ما أغني لا. خلاص ابدا اللي ذكرني يعني؟ سالم شو اسمه نعم سالم السعدي هي. بس دعوبي هني في الاذاعه نعم وجيتهم شرفتهم جميل وخذ علي مقابله و... تستاهل انت الله يسلمك تستاهل هم ما قصروا بعد الله يسلمك نعم انتم كذلك يعني سالم القرياتي نعم. اسم قديم نعم. قديم سمعتوا نعم. عنه قديم ابوي زمان ايضا من لحقت عليهم ابوي سالم من الفنانين القدامى القدام لحقت عليهم وايدين سالم راهيط الصوري لحقت ما شاء الله لحقت نعم محمد الوالد احمد حليس الله يرحمهم نعم ما شاء الله لحقت على الوالد حمد نعم نعم محمد زي. سلطان المقيمي المقيمي نعم هني شرب 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 فضل. شرب شرب تفضل هاني وعافيه خليني ويلستوا ويلساتوا مع بعض نعم يلست معهم يلستوا السبعينات ايوه 73 ما شاء الله ايوه 73 وبعد كانت هذيك الايام نعم وسالم نعم يعني القديمه ها نعم خلينا نقول يعني قبل قبل حتى قبل عصر النهضه نعم يعني كنتوا انتم في هذيك الفتره في الايام العصيبه وفوق ذلك كنتوا بعد ايضا عاملين اسماء لكم نعم. في ذيك الفتره نعم الناس كيف كانت تعرفكم يعني تعرفنا يعني بالاسم يعني شاهر يوم عينا نغني وهذا نعم في اسمه في مسقط
محمد اسمك محمد محمد سالم القرياتي البلوشي انت تبى البلوشي ولا القرياتي؟ القرياتي القرياتي هو المعروف بالاسم هذا محمد بن سالم نعم نعم زين فهمت كيف؟ نعم وتعرفوه بالناس ناس داب نعم. وهذا جو جلاله السلطان الله يحفظه نعم وصل عمان نعم يعني تلقيناه في المطار هي وش اسمه وكل حد عاد راح الساعة 5 العصر هي وصل وقام فرحة عمان انتهت عروس صحيح غنيته في ذيك الفترة غنيته نعم غنينا غنينا شو من الأغاني اللي والله شيء من الأغاني أغاني غنيت لك الناس الذي غنيته ولو شوي بسيط ولو شوي بسيط تتذكر منه اللي بحفظه قلبي العاشق تصبر هي شو اسمه الله يخفي عليك كيف هذا يا أبوي كان لحنها يا عين جوديلي كيف لحنها كان تذكر لحنها لحنها أذكرها هي سوي جرب تبى بالتأليف أول ولا باللحن؟ باللحن قول باللحن. على يا قلبي العاشق تصبر جفاك الخل وصك بابا وخلاك على يا قلبي العاشق تصبر جفاك الخل وصك بابا وخلاك أنا أبكي على طير المغرد الله. حصل في وسط بستان سقعناه أنا أبكي على محبوب قلبي اللي ألوانه مثل برق السما ضاح على يا نفس توبي من المعاصي وتركي الحب إن الحب فضاح على والحب تلاف الأمور ويدعي صاحبه لون بأقباح أنا واختمت صلاتي على نبي محمد أسمه سيد ليشبح الله حقيقة أقول والله بأمانة يعني نحس أنه اللذة القديمة يا جماعة ها اللذة القديمة موجودة حتى في اللحن يعطيك العافية يعطيك العافية القرياتي الله يسلمك يا رب حقيقة أصواتكم هذه يفترض أن ما نفتقدها يفترض أنك تواصل نعم نتمنى أنك ترد شوية وتغني من أغانيك لو تجدد الأغاني بس لو تجدد أغانيك القديمة حاضرين إن شاء الله الله يعطيك العافية أمر منكم حن مستعدين والله نحن نتشرف ونسمع هالصوت الحلو حقيقة ما شاء الله عليك أداءك جميل 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 الآن الصوت تغير بعد أكثر تغير أول شوية. كان الصوت نعم. بس بقولك بشيء نعم يحسسنا أيضا بأول هذا الصوت هذا نعم الصوت نعم هذا الحين نعم نعم نحس إنه خلاص الريال اللي قاعد يقوله نعم مو ريال جديد يعني ريال قديم ما الأول نعم صح ولا لا نعم حلو كلمة أيضا حتى كبرت دهر الأول دهر الأول دهر الأول يسميه هذا دهر الأول دهر الأول نعم نعم حقيقة ما يتحول ما شاء الله ما شاء الله إنزين كانت لك شرطة قبل مسجل سجلت والله شريط واحد بس شريط واحد مع مبارك الفوري ايوه وبعدين مبارك الفوري كنسل هي وانا ترى تركت الطرف وين كان المكان الاستوديو تسجلون مطرح في مطرح نعم هي كانت مطرح اول فيها مطرح نعم مطرح وايضا عندنا في بعد شيء من الفنون اللي هي تشتهر فيها الولايه اللي هو فن الرواح الرواح هذا الفن حلو وايد حلو نعم نعم فن الرواح حلو نعم هذا الفن الرواح بسولف ايضا عنه نعم بس بعد ما نسمع قصيده من خليفه نعم بنسمعكم غزل هذه قصيده مسجله مغنى يلا يقول بالروف خذني ناعم العود بالروف نعم ما تشوف قلبي من فراقك يعاني زين خذت الجمال وفايق بحسن ووصوف ميزك ربي عن جميع الغواني الغواني والله أحبك لو قليل من الشوف من هم صوتك صرت أنا المول عاني حبك رفعته زايد وفاق عن نوف عند الثريا وقلت لا ما كفاني الله الله كل المشاعر صارت لحبك وقوف وإن قلت بكتب ما كفت كل معاني خدك شرات البرق لي يلمع يطوف وعيونك أحلى من عيون الدماني دماني خدك شرات البرق لي يلمع يطوف وعيونك أحلى من عيون الدماني وكل ليل شعرك داجين ياك مرضوف والزين زينك حزته من زماني نعم بالروف خذني ناعم العود بالروف ما تشوف قلبي من فراقك يعاني خذك بالروف
بعدين ما اخذنا ما اخذك بالروح خليفه الله يعطيك العافيه تسلم تسلم يا خليفه زين ابوي سالم محمد نعم قرياتي نعم قلنا شريط واحد سجلت نعم صحيح نعم والتقيت مع هذه اللمة القديمه أم القديمه نعم أم ناس انت وياهم نعم. تعزفوا في اماكن تجلسوا مع بعض نجلس نعم وين تغنوا اكثر نغني اكثر نغني في سداب في سداب نعم يعني جلسه خارجيه ولا جلسه خارجيه ويعزمونا ناس اها ايه نعم ايوه وفي النوادي في النوادي في بركه وفي السيب رمسنا ايه. نعم نعم نادي بركه كم مره نعم عزمنا واحد اسمه الله يرحمه علي ابو حسين ما شاء الله اي نعم كان مهتم في هاي الامور مهتم انا مكلمك محمد راشد المطلعي المرحوم سالم رهيط الصوري ما شاء الله المرحوم محمد سلطان المقيمي صحيح مبارك محمد راشد نعم عبد الله بشير جميل حياة المرحوم مفتاح خميس وتلاقيته برا برا عمان خارج عمان خارج عمان في البحرين في البحرين نعم انا سمعت على انه في البحرين انكم تتولفون هناك انتم يعني عمانيين وايدين طبعا نعم. في ذيك الفتره بس كنتوا تقعدوا هناك وتسوون جلسات هاي انا يوم في البحرين عمري 8 سنوات بس ما شاء الله 8 سنوات يوم سافر البحرين هي. عمري 8 سنوات بس 8 سنوات نعم وهناك كنت في ذيك الفتره تضرب عود لا 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 ما دق عود بس ياهل صغير صحيح صغير وتعلمت من اليلسه كذا معهم تعلمت غنى وقمت روحي الف كلمات وتجلس بروحك تسمع ما غنيت هيك المدة هي بعدني جيت عمان هني ومن عمان عني سافرت في خشبة العصور دومي سافرت الدومي بعدني وانت كنت هناك في البحرين نعم كنت يعني تسمع عن انه هني مطربين عمانيين فنانين ودي اقعد معهم اسمعهم اسمع عن راي سالم راي الصورة اسطوانتي موجودة هناك توصل هني نعم مشتخته اي ايوه كانت اغنية يقول لك جفني لطيف الكرة هي جفني لطيف الكرة جفني لطيف الكرة يا صاح حقك حقرة ودمع عيني ذمن يوم الفراق وذرة ومقلتي موقف الأحباب باكية ترعى نجوم وبايتت ليلها سهرة سهرة قديمة الأغنية نعم قديمة هذه الأغنية قديمة نعم ما شاء الله انزين لكن أنا شليتها صوت نعم شليتها هو غنيتها أنا توني كنت جاي بسألك عن الصوت يعني أنا غنيتها صوت زين حلو نسمعها كيف؟ تبى يرافقك ايقاعي مروه ولا عود دمبق ايقاعي بيدخل معك بالصوت تين 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 تك تين تك تين تك تين تين بس روح انت هو بيفهم جفني لطيف الكرى يا صاحقك هجيرة ودمع عيني ومقلتي من جبال الأحباب باكية ترعاني قومي وباتت ليلة سهرة إن المطايا التي تتبك ومضلعت إن المطايا التي تتبك ومضلعت أما الطريق التي من بيننا خطرا أسائل الشمس أنكم حين ما طلعت لن غابت الشمس أسأل عنكم الفجر أسأل الليل عنكم تبلل يخبرني كذلك الصبح أسأل عنكم القمر أنتم داوين للعينين كل ما رمدت
وين ما ساحتهم عليها يرجع البصيرة. ترم 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 ان المقادير في اللوح قد كتبت لما اتتكم ولا انت تاتي احي. خير أهل الحاضرين يعطيك العافية القرياتي ما شاء الله عليك. الحلق تعبنك تعبني البطارية بعد تخلص الحين البطارية بتخلص بس ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية يا ربي. انزين صالح شحي بعدين غلطت منا بيتين ثلاثة غلطت بيتين ثلاثة زين حلو أيوة. بس بعدني برد لك ترى ان شاء الله بعدين اسمع الحين الفنان ايضا الصاعد صالح الشحي شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. وكيف العود وياك؟ والله العود ما يحتاج مره ما شاء الله عليك يا صالح الله يحييك. زين نسمع الان احنا بدايتنا كانت وطنيه صراحه ما شاء الله عليك بتقول وطني؟ هي بدايتي كانت فضل. وطنيه نعم واشكر تلفزيون عمان نعم كل اللي ساعدنا وزاره الاعلام بالاخص على الموضوع نعم. صراحه وقفوا وياي وقفه صراحه ما بنساها اكيد ما تلقى بد وزاره الاعلام من كل فنان عماني هو حاب انه يظهر وحق ويشجع نفسه من الوزاره اكيد انه راح تعطيك المفتاح وتدخل ان شاء الله تعالى. المهم بسمعكم القصيده من كلمات الشاعر سعيد المزيود نعم. قصيده وطنيه تقول يا من لكم في صفحه المجد عنوان نعم اهل العلوم الطيبه والذرابه ساعه لقاكم مزملي باط طربان يعزف من احساسي لحون الربابه زين أبو سناء هو ذخرنا طول لزمان وحنا على نهجة بطريق نعم مشابه نعم عمان يا دار الجاويد يا عمان يا سيرة التاريخ قبل الكتاب حلو نسمع المجد عنوان أهل العلوم الطيبة والذرابة ساعة لقاكم اسم ليبات طربان يعزف من إحساسي لحون الربابة يا من لكم في صفحة المجد عنوان أهل العلوم الطيبة والذرابة ساعة لقاكم اسم ليبات طربان يعزف من إحساسي قابوسنا وذخرنا طول الأزمان حنا على نهج بطريق مشابه عمان يا دار الأجاويد يا عمان يا سيرة التاريخ قبل الكتابة رجال في الملازم شجعان أهل الشبور الطايلة والرحابة على المعزة عزهم عالي الشان وكفوفهم أطال يود السحابة تاريخ حافل للملابين وبان أهل الحضارة يفتخر بوشذابة في ظل سلطان نصيته فلا كان نبع كارم وللكرم طلق بابا أبو سن عدوا على المجد عنوان يبان صيت بلا سؤال قاد الصعاب وصار للعزم نشان الصعب يسأل ويحسب حسابه سلطان هيبة وهيبته دوم سلطان ساعة
راسك زمام العدل حق وميزان حاكم حكيم الراية عالي جنابه حاكم حكيم الراية عالي جنابه. يعطيك العافية صالح ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أغنية جميلة وأداء أيضاً جميل منك يا صالح. الله يعطيك العافية خليك ونتمنى لك إن شاء الله درب خضر في المسيرة الفنية إن شاء الله. إن شاء الله. جميل. أنت بديت وصورت أغنية. هي صورت والله ما قصرت الفيديو. جميل. حلو. شركة نتمنى إن شاء الله عاد القادم مرة ثانية. إن شاء الله. تواصل. نتمنى كل عيد وطني نقدم أغنية وطنية. جميل. ما بلا لا تتوقف على الأعياد بس. لا لا. يعني استمر. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ما علي. يعطيك العافية صالح. عفا علي. إنزين. فن الرواح. رجعت لك انا كني ابوي تفضل ها رواح يعني البدو ايه طبعا مال البدو ايه. نعم فن الرواح متى يقال عند مناسبات الاعراس الاعراس والعياد العياد نعم. كل شيء يعني هذا البدو مختصين فيه هالجبل هذا ايه الجبل نعم البدو. كل واحد 20 طبل 10 طبول حاضرين نعم. آه لازم طبول وايد طبول ايه شفنا نحن في هذا نعم لازم طبول وايد طبول وطبول بعد ما طبل يعني طبيلات مكاسر فيها مكاسر ولا لا ماشي كاسر ماشي مكاسر كل واحد طبله عن 10000 درهم ما يبيعه ايه زين احنا الطبل عندنا ترى نعم طبل عندنا موجود نعم الشلة معك موجودة؟ ما موجودة. يلا يا ابني ياقوت. احنا نجيب الطبل ما عندنا مشكلة. خلي يطبل من ياقوت. لا بيطبل سالم. سالم نعم. سالم هذا بيطبل على أي موجة تبقى. أي إيقاع في عمان وغير عمان وعلى طول ما شاء الله عليه. يعرفه. ولا كيف صالح؟ شاطر. ها؟ يعني صراحة. إيه ما أدري بك. شاطر. أستاذ كبير. نعم. وعنده. ما ضبط الروح هذا. يلا بتساند اقول ساند ايوه كلكم الان شحوح موجودين من يقول الوالد ويبى رده تردون عليه ما فيها رده ما فيها رده لا ما فيها رده يلا عيل توكل على الله يلا وش يقول الرواح ما الرواح الحين سيريه الحين سيريه الحين في الليل ايوه لحظه شويه لحظه شويه نعم عشان نوضح للناس ايضا نعم نعم فن الرواح اول بار الصبح يقال أول الصباح الصباح سيرحه سيرحة سيرحة أول الصبح أول الصبح الظهر صودرة صودرة العصر الرواح العصر الرواح في الليل سيرية 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 سيرحة سير صودرة وصودرة الرواح وسيرية سيرية أربعة سيرحة صودرة الرواح الرواح سيرية سيرحة جميل نعم سير حي صودري كذي قال هذاك ها نعم سير حي صودري سمعتوها نعم نعم زين ما أعرف أنا أقولها يقولون تقولها أقول بس أنا سمعتها كذا سمعتها يعني كذا انقالت في الأغنية سمعتوها صحيح تعنى سير حي صودري زين إنزين هو لا أبوي ما مشكلة ينسمع وأنت تنسمع نعم يلا قل هو سيريا هو سيريا هو سيريا هو سيريا Oh ho Syria, oh ho Syria, oh ho Syria, oh ho Syria. Okay. بس كده. بس كده. Oh ho Syria, سيرحة. Oh ho سيرحة. Oh سودرة. هذا بس. لا تخلصهن كلهن. الحين إحنا واقفين في السيرية. سيرية هي. أيوة. هذه نقولها. بس في الليل في الليل في الليل بعد يعني صارت نسري بعد المغرب بس في الليل كله سرايا شو على الوقت العالم في الليل سرايا نعم زين هو سيريا سيريا زين نقول عندنا الحين اللي هي سيرحة سيرحة الصبح هذه أول صبح نعم زين هو سيرحة هو سيرحة هو سيرحة هو سيرحة هو سيرحة زين يبقى سرحة وسيرية صودرة 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 زين الرواح 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 هو الرواح ايوه هو الرواح مقبل وهو الرواح يعني من المساعة ايوه جميل قول
ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه ابوي، الله يعطيك العافيه. جميل، حلو والله، حلو حلو حلو. نحضر جميع حلو يعني نحضر الجميع، يجمع الناس، يلمهم على بعضهم. اذا صير حي صودري جمعهن هذا، وش سواه بهن صير حي صودري؟ نعم نعم، شو سواه يوم قال صير حي؟ نعم يعني يسرحون سرحة، هي السرحة يسرحون سرحة، سرحة صودري، صودري يعني الظهر وارواح، صدر وارواح وسيري يسرون في الليل. جميلة يبوا على معنهم. نعم على معنى. الله يعطيكم العافية جميع المسلمين. يا جماعة، أبوي سعيد نعم، وأبوي محمد نعم، قرياتي نعم، حد منكم مشى بحر؟ أنا مشيت نعم بحر. مشيت بحر نعم. جميل، وأنت أبوي رحت بحر؟ رحت بحر نعم. رحت بحر نعم. هذا الشخص اللي يكون نائب، النائب حق النوخذة، وقت أن النوخذة تغيب صار شيء عنه وشيء كذا، من يسمونه؟ لا يخفى عليك هذا شو اسمه الوكيل، شو اسمه يسمى وكيل، لكن لك كان في الخشبه بس هي. عن الراشن نعم، وعن الذي هو نعم عن الزاد، عن الزاد اي عن الزاد هذا اقصد، انا اقصد انا اقصد هذاك النايب، النايب اللي هو عن النوخذة، عن النوخذة. نعم. من سميته ابوي؟ انا سمي نايب. نايب نايب لا انا بعد ما هو هذا سؤالي. انتوا تروحون بعيد تشوحون عن السؤال، في هناك نايب وفي مقدمي. المقدم هنا معنا مقدم على الزاد، مقدم على الزاد نعم، الزاد. مقدم يعني مقدم ايوه على الزاد يعني مقدم على الزاد يعني يفزع الزاد على على نعم. البحريه على البحريه نعم. زين حلو نعم. اذا الحين نايب النوخذه نعم، وش انتوا مقدم مقدمي انتوا تسمونه ايش؟ مقدمي. وانت تسموه ايش؟ مقدمي. نايب النوخذه نعم. ايوه ما شاء الله مقدمي. زين يعطيكم العافيه نعم. لان النوخذه مالك السفينه كلها نعم، ويكون هو عندنا نائب، هو وكيل رأى المال يعني مقدم على وكيل هذا راعي المال، وهذا النائب ايوه هذاك صاحب السفينه يسمى راعي المال، راعي المال هذا راعي المال، المال هذاك وهذاك هذا مقدم عنه وذاك المقدم نعم، يشتري ويبيع وناخذ يمه مال هو يامر ويامر يقدم هي بيديه كل شيء بيديه. يعطيكم العافيه. زين جميل، نسمع اغنيه ايضا عندي مني انا من صالح، برجع لك انت ان شاء الله عشان صوتك بس شويه يرتاح. هذه اغنيه تراثيه من البلد يعني. جميل، قديمه شويه. يلا حلو. لكن
لي في حسن طبعه واجبرني اقول الحان حشا ما اقدر على بعده وقربه جمعنا طشان ملكني في حسن طبعه واجبرني اقول الحان حشا ما اقدر على بعده وقربه جمعنا طشان عاهد ربي وربه أبد ما بدله بإنسان ولا أجني على نفسي وأقول إني نسيت فلان عاهد ربي وربه أبد ما بدله بإنسان ولا أجني على نفسي وأقول إني نسيت فلان بيزعل مني وبيرضى مدام الرب وجد غفران واختم قولي دعواتي عسى الله يجمع الخله بيزعل مني وبيرضى مدام الرب وجد غفران واختم قولي دعواتي عسى الله يجمع الخلان عسى الله يجمع الخلان يعطيك العافية صالح يعطيك العافية ما قصرت جزاك الله خير جزاك الله خير مشكور أحسنت ما قصرت زين الحين وين بنصير عند ما شاء الله كلكم ثريين الحين ها بيا الحين عند قرياتي قرياتي نعم يا لك وسمت لا ما وسمت حشة تبى توسم لا ما أدري يمكن كان تبى بس تحبني أضرب 200 إبرة مرة واحدة 200 بس على فكرة هذا عن 100 إبرة هي عن واحدة هيوة ما أدري بقعد 200 بركون بضرب وبعد بقولك بشيء ترى ولا أوسم ترى بقولك بشيء نعم يقولك وسمت كذي رد صوتك مرة مثل ما كان رابر صحيح ها صحيح شو رأيك نرد لك صوتك لكن تبقى سنة سنتين بجسمك الله يعطيك العافية زين وش قال الحين قرياتي تفضل تبى تسمع أنا أغنية شيء؟ ذهب حاضر كذا في أمرك أنا اليوم جاي خذ ما يأمر عليك عدو يلا نعم قول سوي تين 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 يلا إيقاع أعطي أول شيء أنت بس علشان هو يمشي على يا راكب الكدلك توقف لي على مالك ترى الصحبة لا مقدار كفى يا صاحبي ما صار على يا راكب الكدلك توقف لي على مالك ترى الصحبة لا مقدار كفى يا صاحبي الليلة صارت السمرة ودار الكاس بالخمرة خلتنا ليلنا بنهار كفى يا صاحبي محتار وقفني انت ابو شامه بالمسرح وفي الشاشه تفضل معاي للدار كفى يا صاحبي محتار وقفني انت ابو شامه في المسرح وفي الشاشه تفضل معاي للدار كفى يا صاحبي محتار دخلنا الدار من يكلمني وانا مدري وظلت في هرجته محتار يا صاحبي محتار دخلنا الدار من بدري يكلمني وانا مدري وظلت في هرجته محتار يا صاحبي محتار دخلنا افتح صديرية لقينا الارض حرية وخلاها من دون زرار دخلنا فتح صديرية لقينا الأرض حرية وخلاها من دون زرار يا صاحبي غدار خلاص يعطيك العافية صاحبي ما صار يعطيك العافية يعطيك العافية صاحبي ما صار طحنا فوق الراحة قضينا الشغل بالراحة فتكنا الورد من الأثمار يا صاحبي ما صار طحنا فوق الراحة قضينا الشغل بالراحة
في تكن الورد من الأثمار. كفى يا صاحبي مصر، الله كفى يا صاحبي مصر، أيوة كفى يا صاحبي مصر. سلام سلام. هذه من أغانيك؟ لا، هذه غنية كان سمعتها من سنين في الكويت، من واحد عدين. أها. لا أعرف هي من محمد سعد عبد الله. نعم. ولا عرفته من محمد، من أحمد سعد عدن. أها. ما أظن تسجلت. غنيتها أنت ذي؟ أنا غنيتها لكن في الإذاعة على. ما غنيتها. دائم في الحفلة غنيها. في الاحتفالات. أيوة. زين. يعطيك العافية. الله يعافيك. أبوي. نعم. بنسمع شوية رزيف. نعم. ها؟ يلا توكل. زين. يلا نسمع رزيف شوي. نعم. والشف ما يترك سبيله للفنا يا زمزح. قول. يلا. والشف ما يترك سبيله للفنا يا زمر مادي. والشف ما يترك سبيله للفنا يا زمر مادي. والشف ما يترك سبيله للفنا يا زمر مادي. والشف ما يترك سبيله. ليش أبوي؟ يوم شفت أنا نحن عادة مرة سريع في الموضوع، بقوم نرزف الحين. يلا 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 يلا. هيز بس صخيت أنت وما يستوي. يلا شو؟ يلا يلا كملها. عندك يعني كلام ثاني حقها؟ إيه شيء. هي الواصل. هي الواصل. يعني وغيرها شيء. هي زي الواصل. قول غيرها يلا. قول أي شيء. إيه الله يسلمك. بس لا تكون بخيل. لا بخيل. هي يلا. يلا. شيء حربية يعني. يلا قول. حماسي. عاديت المحروب ينصيح ريبه، عاديت المحروب ينصيح ريبه، ينخيد ويعتز بالفعايل، ينخيد ويعتز بالفعايل، عاديت المحروب ينصيح ريبه، ينتخب يده ويعتز بالفعايل، عاديت المحروب ينصيح ريبه، ينخيد ويعتز بالفعايل. احنا بنسكت عنك ان كان مخربين. لا تخلوا. لا انت قول واحنا نرد ابوي. يلا انت بس تقول بروحك. نعم. بعدين احنا نرد يعني نرد في الثانيه. يلا يلا انا بقول بروحك انت رد عليها. ايه نرد عليها. والمعرس ما هذا العوايد. يلا ايه ولا سير اللي تحب. اصبر يجي روح دي جميله يعني. ايه ما هذا العوايد. المعرس ما هذه العوايد؟ الرجل ما يانه هبوبه. يلا. والمعرس ما يانه هذه العوايد، والعود ما يانه هبوبه، والمعرس ما هذه العوايد. والعود. المعرس ما هذه العوايد يعني. قولوا انت المعرس ما هذه العوايد. بس هاي تبانا؟ ايه ان شاء الله. والمعرس ما هذه العوايد، والعود ما يانه هبوبه، 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 والمعرس ما ما شاء الله. جميل جميل جميل. حلو. يعطيك العافيه. يعافيك ان شاء الله. زين وش يقول الحين خليفه؟ خليفه خليفه محمد الحي. انا بسمعكم قصيده. نعم. اهداء لاهلي وربعي ولاهل دبا كلهم. يستاهلون اهل دبا وللمشاهدين. يستاهلوا. نعم. قول بحط ايدي وببصم بابهامها اني فرحت بشوفكم يا مشاهدين، ماني من اللي ينكر العشرة وينسى ايامها، اهلي وربعي بوصلكم وقتي يزين. والله نعم. بحط ايدي وببصم بابهامها اني فرحت بشوفكم يا مشاهدين، ماني من اللي ينكر العشرة وينسى ايامها، اهلي وربعي بوصلكم وقتي يزين. صغت القصايد والقصايد همها توفي، ولكن وش يوفي الوافيين، أبيات شعري بكسرها مع ضمها تختار دانات الشعر للطيبين. طيبين. صغت القصايد والقصايد همها توفي، ولكن وش يوفي الوافيين، أبيات شعري بكسرها مع ضمها تختار دانات الشعر للطيبين. طيبين.
انتو مكانه غير يصعب كتمها عادات واخلاق وتقاليد السنين الايام مهما غيرتنا برمها نبقى على عهد الذي له صاينين انتو مكانه غير يصعب كتمها عادات واخلاق وتقاليد السنين الايام مهما غيرتنا برمها نبقى على عهد الذي له صاينين ابيات شعري تنطق اللي بكم ويسمع صمها حنا شحوح المجد عهد الاولين يعجبني اسلوب الرجال اللي الوعود تتمها ويعجبني اسلوب الرجال اللي تبرهن باليقين الله الله ابيات شعري تنطق اللي بكم ويسمع صمها حنا شحوح المجد عهد الاولين يعجبني اسلوب الرجال اللي الوعود تتمها ويعجبني اسلوب الرجال اللي تبرهن باليقين هذه دبا وحنا لحمها ودمها على الوفا نبقى ونقسم باليمين بلادنا نفخر بها ونعمها ونرد عنها كل كيد الطامعين هذه دبا وحنا لحمها ودمها على الوفا نبقى ونقسم باليمين بلادنا نفخر بها ونعمها ونرد عنها كل كيد الطامعين سوالف ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك اكيد طال عمرك الكلام اللي قلته وكله حق ويعطيك الف عافيه خليفه ما عليكم زود خليفه من متى تكتب شعر اكتب تقريبا يوم كنت صف اول اعدادي ما شاء الله نعم. من اول اعدادي نعم عندك مخزون وافر كل اللي هذاك في الملف هو قصيدك ولا شيء غيره كله قصيده وشيء غيره شيء بعد غير في البيت نعم في البيت وفي كل مكان يعطيك العافيه يعطيك العافية الله يعافيك انزين إذا أبوي ترى إحنا هذا الأشياء قلنا اليوم لازم نقربها في حد منهم ذا اللي جالسين هني ها زين حد منهم أنت سألت عبد بن ياقوت الحين ما تخاف الحين بنحطهم ليده وبنسوي فيه هذا مال تهبير والقرياتي القرياتي بنوسم اليوم حاضر ها تفضل ما شاء الله عليك الله يبارك فيك الله يعطيك العافية تسلم تسلم يعطيكم العافية يعلكم إن شاء الله ميكم هذا الشكل زين 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 القرياتي نعم قلنا على انها جلسات قديمه لا. كنتوا تجلسون فيها مع الفنانين العمانيين القدامى صبر الصوري والمقيمي وحمد حليس الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم نعم ما ادري ايش يعني لما تسمع هذول الناس طاريهم تتذكرهم وش يحز في قلبك؟ اوه قلبي يحز في البكاء يعني بامانه بامانه تتذكر هذيك نعم. الايام نعم. وناسه نعم محمد سلطان المقيمي نعم صديق مخلص عندي نعم واجد صديق مخلص جميل ولا يلم كان فقريات الا بيتي ما شاء الله لما يروح يمكن كذي وبيرجع للبيت شوف يعني السيمة الاوليين هذول نعم يعني سواء كانوا مطربين ولا اشعراء يا جماعه نعم يعني هم لما يزاورون ترى نعم. الحين والله الواحد انا بيمر قدام بابك لا ها ولا يقول ولا بامر انا مشغول 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 ها بيقول مستعيل نعم. وترى احنا لو قعدنا نقول ان مستعيلين نعم. الشغل ترى ما يخلص ما يخلص ولكن نحسس عمرنا ان احنا مشغولين نعم. واحنا مستعيلين نعم. ولكن نعم. في النهايه نعم. ماشي العالم كله صدقوني يا جماعه ما عنده وفضاوه موجوده نعم. يوم الواحد يجيك بس اللي يقدرك ها اللي يقدرك يجيك بس هذا هو متى نقول المعرفه بالوصول نعم المعرفه بالوصول هذا يعني يعني هي الزياره للترابط بين الناس يا جماعه الحين صحيح ما نقول انه ما عندنا صار هواتف وكذا لكن الهاتف ما مثل اني اروح لك البيت وتي عندي البيت ونجلس مع بعض هذا غير نعم أبوي نعم نعم صحيح يعني يجب على الناس انها تتزاور بعضها خصوصا اللي هم في المجال يعني في مجال واحد يعني شوف حتى الزيارات تاثر بينهم ان تخليهم ينتجون اعمال نعم نعم صح ولا لا نعم كيف قرياتي نعم يعني زياراتكم الاوليه انتم لما تقعدون مع بعض وجلساتكم مع بعض ما تنتج عن عمل عن اغنيه عن شيء يعني طبعا اللي بغيت تغني غنيت اول مطرب عندك هي وياي بعود هي قول لك هيك يلحن ويعزف لك نعم لا سنير ما سنير محمد سلطان نعم في البيت عندي هي لا انا انا سالم محمد انا سؤالي تعرفه شو نعم أنا سؤالي قصدي إنه لما تجلسوا مع بعض وتتلاقوا مع بعض نعم. أنت مثلاً وكان المرحوم سام الراهي ولا محمد المقيمي ولا حليس أو حمد حليس قصدي يعني لما تجلسون مع بعض تسولفوا ما تفكروا في إنكم تسووا عمل والله حمد والحليس هي. وسالم راهي الصوري أنا ما جلست معهم يجلسون صحيح هي. إلا في الإعلام نعم تتلاقوا هنا يعني. أشتغل كان أول في الإعلام نعم ويجوا هناك هم يسجلوا هي. يعني نتلاقى هناك مع بعضنا بعض في الاعلام جميل
ولا ما نجلس جلسه ما قعدت انت مع المقيمي؟ قعدت مع المقيمي. شيء عمل مشترك سويته مع بعض؟ لا حشي. بس جلسات؟ بس جلسات. الجلسات؟ جلسات الغنائيه بس، واشتركتوا فيها مع بعض؟ اشتركنا فيها مع بعض. جميل. اغاني يوم يعزمون يعزمني. صحيح. نروح رباع، تروح صور يوم اريد يعني. لا. امشي ما اريد امشي، اقول له سامحني. العود موجود عندك بعده؟ لا انا ما عندي عود بر ابدا. اه انت اصلا ما دقيت؟ ما دقيت عود. بس تغني كذا. بس من كان يعزف لك اول؟ يعزف لي محمد راشد المطلعي. المطلعي هو عزيفي. نعم ما شاء الله شكله هو حاضر زين. انزين نعم. ها الحين يبنا هالسالفه. نعم انت والمطلعي الحين باقين بعدكم؟ نعم. تزاوروا؟ نعم انا زور المطلعي، هو ما يزورني. اها اذا على انا زور بعد يوم امشي دبي. اها امر عليه زين. مريت عليه مرتين ثلاث. هذه نعتبرها يميله منك انت. نعم زرته. نعم. ولكن نعتبر عتب على المطلعي الان. اسمعنا ترى. نعم انزين. اي اسمعنا اسمعنا. الحين هذه عتب، احنا نقول له نعاتبك يا المطلعي انك ما تزور هذا الرجال. نعم. هذا رفيقك، رفيق عمر. اوه 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 يا مرمسني يا مسرني يا مجلسني. والمطلعي صحيح، والمطلعي فنان طبعا، فنان لقس مالك اول مسكت العود. الله وقس مالك. نعم. بس خلاص هذا الفنان. نعم بعد الحين نقول محمد سلطان المقيمي. نعم. لكني ما يقدر مثل المطلعي ما شاء الله. محمد سلطان المقيمي بيعزف على اغاني صحيح، قليل بيعزف على الغير. نعم. لكن محمد راشد المطلعي اعطيه بس، لانه خلاص اعطيه اللحن معك، متفاهم معك، متفاهم معك، عارف جوك. اعطيه اللحن بيبقى يتهيأ بخشمه. هي. قال لك مشي. نعم اعطيني اللحن بس. الله مشي. الله زين الحين احنا بنعطي صالح نشوف. انا صالح بنعطي صالح اللحن وبنشوف صالح وش بيقول. والله ما ادري صراحه. لا لحنك بروحك، اغنيتك بروحك. حاضرين. لا تخاف لا تخاف. توقوني. على بال اني بورطه. لا لا بنسمعكم شويه اغنيه عاطفيه. يلا موال شوي. يلا شو يقول؟ يقول لك رياتي ما شويه وايد سمعنا عاطفي. تقولون الزمن طايع، تقولون الزمن طايع، واشوفه خالف اوضاعي. تنام الخلق مرتاحة، تنام الخلق مرتاحة، وانا طول العمر سهران. تقولون الزمن واضح، تقولون الزمن واضح، ومن يتبعه ما ضاعي. أنا طعت الزمن هذا، أنا طعت الزمن هذا، وذوقني شقا وحرمان. الشوف قلون عبر العين ما مال منصورتك يا نور عيني وعيني. أصعب سؤال إني فقدتك بلا حال، ولا أقدر أرجع شي بينك وبيني. الشوف قلون عبر العين ما مال منصورتك يا نور عيني وعيني. أصعب سؤال إني فقدتك بلا حال، ولا أقدر أرجع شي بينك وبيني. تسلبني أشواقي عطاريك وانهل، دمع غزيرا ما يطفي حنيني. أذكر صباح الورد مبتل بطل، وانت يسارك ما تفارق يميني. الشوف قلون عبر العين ما مال صورتك يا نور عيني وعيني. طول غيابك يا غذا الروح طول، والدمع جراح مدمعي وجنتيني. كل شيء يبعد عن عيوني ويرحل إلا بعدك فجر الحزن فيني. الأيام تمضي والسنين تبدل،
ذكرك عندي كل ساعة وحيني حبك رذاذ الحب يا الحب الأول يا روح روحي ونرجسي وياسميني الشوف قلبي نظر العين ما مال من صورتك يا نور عيني وعيني سحابك وتلحف إذا فالجاد الظلامك على الغصين الديني مثل الحرير الناعم اللي تسرسل من غرتك غطى عن نص الجبين ورمش ضليلا كل ما رف ظلل كل ما يسلهم تختلط بي سنيني يعني جميل يا صالح يعطيك العافيه جميل جميل صح لسانك على صح لسانك حلو يا صالح متغني جميل والله سواء كتابتك انت بعد ما شاء الله عليك يعطيك العافيه وانت الان بتسمعنا ايضا شيء من الاغاني القديمه حاضر اللي غناها القرياتي تفضل زمان القرياتي اقول حاضر فهمتني نعم زين هات يوم تشوف صوتك تعب زين ابوي لما تشوف صوتك تعب بس خلاص معذور زين لا 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 هي لا تكلف على حالك وايد يا عيني جودي لي قلبي شفاك بالود مثل هلال العيد كلهم يهلونه ويصيح ومسكين من فرق ما ظنونه يا عيني جودي لي قلبي شفاك بالود مثل هلال العيد كلهم بيهلونه ويصيح ومسكين من فرق ما ظنونه انك كتبت لك حرزين بصورتي الابيض حرز وتلا صيمه ولا عرفت ما ضمونه ويصيح ومسكين من فرق ما ظنونه خلي ذهب صافي وباقي العراب اصفد نار الحشا تشعل وسط القلب ما طبونه ويصيح ومسكين من فرق ما ظنونه انا كتبت لك حرزين بصورتي الابجد حرز وتلا صيمه ولا عرفت ما ضمونه ويصيح ومسكين من فرق ما ظنونه حلق شويه ويصيح ومسكين من فرق مضمونه من فرق مضمونه انا كتبت لك انا كتبت لك حرزين هي بصوره الابجد الابجد حرز وتلاصيمه ولا عرفت مضمونه مضمونه ايه عليك على صح لسانك شعر هذا من كتبها اول ها من كتبها من تاليفي انت الفتها بروحك الحاني نعم ولحنتها بروحك ايوه في الاذاعه غير اللحن اه قبل كنت في الاذاعه ايه يا عيني جودي لي قلبي شفاك بالود اها مثل الهلال العيد كلهم يهلونه صحيح هذا لكن هذا صوت عالي عالي الحين هذا الصوت شوي تعبنك وما قدرت تعبني وانا ابتدي الصوت عادي وتعبني صحيح ما شاء الله الله صح لسانك شاعر الله يسلمك زين بالنسبه لاغاني القديمه للفنان سالم براهط نعم سوري غنيت له شيء انت؟ انا ما غنيت بس الا بعرف على ايه على ايه على ايه؟ ايه على ايه على ايه يا حبيبي على ايه الله إيه. على ايه هذه عايش عيايه مصريه لكن هذه هذه لها من بعد لها صعد عوده
هي بس المقطع الاول على ايه على ايه يا حبيبي على ايه تهجرني كذا ليه على ايه على ايه على ايه يا حبيب تبعد وانت قريب وطبعك كذا عجيب وطبعك كذا عجيب عايز تفهم كذا ليه كذا ليه كذا ليه كذا ليه الله يا جماعة تسلم 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 شاب تسلم عبد الحليم حافظ مال عمان ها على ايه على ايه يا حبيبي طويلة ذي ها طويلة انا كلها اعرف لها لكني جميل الحنجرة شوية نعم 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 بس الله صح لسانك الله صح لسانك هذه الأغنية أنا أول مرة أسمع عنها هني في الإذاعة شيء موجودة يعلم الله شيء يعني باللهجة لو لكن المصرية هي اللهجة نعم هي دي اللهجة المصرية إيه على إيه على إيه مصرية هذه غناها يمكن في مصر غناها في الستينات راح مصر ما في مصر سجلها في البحرين سجلها هني بحرين أيوة بس يعني سافر مصر هو ولا هو ما تدري عنه يعلم الله ما أقدر أقول لك أيوة ولا الكويت يا الكويت نعم أنا كنت موجود في الكويت هي أنت وي. ما أنت ما كتبت له شيء لا من الكلام حاشا بس كتبت حق عمرك بس يعني أنا بروح يعني ألف لحن بروحي وحصريا بروحك حصريا قرياتيا أيوة هناك يعني في الكويت أرمس مع الشباب هذا الكويتية نعم وعمانيين اللي هناك موجودين هي. مثل قال لك ربيع مبارك نعم وقال لك ما حد منهم ربيع مبارك هذا ما موجود ما يعيش والله يعلم الله ما أعرف من وين من وين ربيع ربيع من الديل ديل آل عبد السلام ديل إيوة الباطنة هي ديل آل عبد السلام أيوة. في صحم أيوة في صحم نعم. وخميس أبو سمرة من السويق نعم وسعيد سالم كان المقلبي من الإمارات معنا هناك الله. كان نعم واحد محمد مبارك الخابوري هي شوف ما شاء الله أسماء أيه. قديمة نعم أسماء عارفهم. قديمة واحد يسمى عبيد مبارك يلقب باندو أيوة هذه عندنا في السمرات هذه ما شاء واحد الله. يوسف حمادة من البحرين أيوة, أيوة, ايوه جميل حلو اذا كانت كانت لمه كانت لمه اول فنانين لمه يد واحده ويتساعدوا بعضهم بعض طبعا طبعا انت ولد صغير كنت انا صغير واصغر منهم صغير يمكن عمري بس 17 سنه هناك نعم اخر نعم في 68 ايه يمكن 17 سنه عمري بس اهتموا فيك وساعدوك ساعدوني يوم واحد ساكنين في البيت اللي ساكن فيه كنت باغي اسافر نعم وكان في من ضمنهم محمد بن خلفان الغساني نعم اللي كان كان يشتغل اول نعم وطلبوني قالوا لي لازم ما تسافر الا ما تجيب لنا يعني تسمر لنا هني تسوي سمر تعمل هي هي. حتى يعني عرفناك ان سمرت لنا وتروح قلنا ان شاء الله نعم والله نجيب تمر ربع له جيب تمر ربع لكن بيت حقير صغير فيه صحيح ورمسنا وسمع له راع البيت ها اللي مستأجرهم عند البيت سمعكم سمع قريبهم زين ويا ياينهم شو قال؟ قال كيف انتوا سويتوا؟ ها يقول انتوا رمستوا وحميتونا حل بيتنا اوسع صحيح بيبكم بيتنا شوف كيف كويتي هو مسكين الولد هذا باكر لازم تجي ترمس معنا انت وربعك ها وانت بتسافر؟ قالوا لي لا هذا باكر قصدي وتذكره بيسافر زين ما هذا ما يصير ومنتجي قلت له انا والله ما عرفني منتجي نعم ارجع ولا ما ارجع تنحاس ارجع ولا ما ارجع نعم ايوه وعدك ما رجعت لا حاشا عاد ما رجعت ما رجعت الا رحت زياره بس زيارة. ما شاء الله شوف يوم تتذكر هذيك الايام الاوليه نعم. ها نعم شويه قلبك يحن نعم. يحن نسمع الان من صالح مسك تعرف شو المسك يا صالح يلا بنسمعكم شيء مسموع على راحتك من اغاني الفنان الكبير سالم العريمي سالم العريمي مو موروث لكن يلا نسمع هذا هو فنان بس نحن من الناس اللي نحب نسمعها هاي الاغنيه صراحه جميل يلا ما دام ان عشنا في مسقط صراحه عشت فيها نعم اقول هاي عمان كلها غاليه صحيح لكن اقول اهداء لها المسقط يلا اسمحوا لنا الباقي يلا غالي شراتك خذت الحسن كله وخليت للناس بعض من صفاتك دورت في العالم ولا ريت ما حد يا الغالي شراتك خذت الحسن كله وخليت للناس
الناس بعض من صفاتك دايم معي وفي ووفي ووهبتني قلبك وذاتك ما حيد يا الغالي تخليت عني ولا لحظة في حياتك دايم معي وفي ووفيت ووهبتني قلبك وذاتك ما حيد يا الغالي تخليت عني ولا لحظة في حياتك تسلم يا صالح تسلم يا صالح احسنت احسنت اخوي يعطيك العافيه وتحيه ايضا للفنان سالم العريمي اذا مشاهدينا الكرام نحن ايضا نوجه لكم تحيه على حسن الاستماع والمشاهده وايضا تحيه لطاقم العمل جميعا حقيقه اللي قاعدين هنا لمده ساعتين وقوف وايضا تحيه مني لكم ومن مخرجنا طارق بن علوي ونقولكم تصبحون على الف خير Yeah.